مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وإليكم الموجز. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي إبراهيم حرص السودان على تعزيز وتنمية علاقاته مع جمهورية فرنسا وتطوير آفاق التعاون المشترك معها في مختلف المجالات، وأن يستفيد السودان من الاستراتيجية الفرنسية الجديدة تجاه إفريقيا والتي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 من فبراير الماضي. وبحث كباشي خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي السيد فريدريك لافي مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الخرطوم وباريس بجانب قضايا أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والأوضاع في تشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان. وبشأن تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، جدد كباشي التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية وحرصها على التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف حول القضايا العالقة تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتحلى بروح المرونة والمسؤولية تجاه ما يحفظ أمن واستقرار البلاد ويحقق رفاهية المواطن. دعا وزير الدفاع ياسين إبراهيم الشعب السوداني إلى تجاوز حالة الانغلاق والتوترات والانفتاح نحو قضايا أو نحو فضاءات الحلول الممكنة التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن. وأوضح خلال مخاطبته الإفطار السنوي لوزارة الدفاع أمس بنادي النفط إن البلاد تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف السودانيين وتحلي بالحكمة للعبور بها إلى بر الأمان لينعم المواطن بالأمن والسلام والاستقرار. سلمت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية هزار عبد الرسول كتلة أندية الممتاز البالغ عددها 18 نادياً، سلمتهم دعما ماليا قدر ب 18 مليار جنيه. وشرف الاحتفال عدد من الرياضيين ورموز المجتمع. وأعربت وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول عن سعادتها بالحضور الكبير من الإداريين والرياضيين ورؤساء أندية الممتاز ورموز المجتمع، معتبرة أن اللقاء سانحة طيبة للتفاكر والتشاور حول واقع العمل الرياضي والمعوقات التي تعترض مسار الأندية والمنتخبات الوطنية. تعقد اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا مهما اليوم الثلاثاء 4 أبريل للعام 2023، وذلك بمكاتب اللجنة بالمقر الرئيسي للاتحاد بالخرطوم الثين برئاسة نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الأستاذ طارق عطا صالح، وذلك بحضور جميع الأعضاء. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات وعلى رأسها تقارير حكام ومراقبي المباريات والمباريات المؤجلة ومتبقي مباريات الممتاز وتحديد قرعة دور المرحلة الأخيرة للدور العام المؤهل للممتاز. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة.